مسألة هنا بيقول لي عندي ستيم عند 260 درجة 7 بارز ابسولوت، طبعا هيحصل له expansion through another nozzle to 200 سلسيوس و4 بارز expansion. فبيزيكلي انا بقلل البريشر، العملية دي هيصاحبها ان التمبتشر هتقل شوية من 260 ل 200. بيقول لي ان اهمل الهيت لوسز من النوزل للسراوندنجز، و اهمل كمان الابروتش فيلوسيتي بتاعت الستيم، يعني الستيم هو داخل على النوزل اعتبر ان الفيلوسيتي بتاعته قليلة جدا. اداني المعلومات بدل ما اروح على الستيم تيبل، هو اداها لي جاهزة، ان السبيسيفيك انثالبي بتاعت الستيم هتساوي الرقم ده عند الستيت نمبر 1، وهتساوي الرقم ده في الحالة التانية بعد الاكسبانشن. استخدم الاوبن سيستم انرجي بالانس ايكويشن تو كالكوليت ذا اكزيتنج ستيم فيلوسيتي. فأي مسألة بقى سواء سهلة زي دي، بسيطة أو صعبة، بنحب إن احنا نرسم زي ما كنا متعودين في الماتيريال بالانس عشان يبقى قدامنا الدنيا واضحة وكل المعلومات بشكل واضح. ففي المسألة دي أنا عندي نوزل داخل لها ستيم، عارف عنه التمبتشر والبريشر، وعارف إن الفيلوسيتي بتساوي زيرو، وعارف الإنثالبي في الكونديشنز دي، وعارف إنه هيطلع من الناحية التانية برضو عارف عنه التمبتشر والبريشر والإنثالبي، لكن الفيلوسيتي مجهولة. وقال لي استخدم الاوبن سيستم انرجي بالانس ايكويشن. برضو هنا في النوزل مفيش ولا كيو ولا ورك، باي ديفولت النوزل دي ملهاش اي ورك، هي مش بامب ولا تربين ولا كومبريسور، فبالتالي مفيش اي ورك داخل او خارج. وهو قال لي ان اهمل اي لوسز من النوزل اللي بره، فبالتالي مفيش كيو كمان. هحط المعادلة بتاعت الانرجي بالانس في الاوبن سيستم، طبعا كيو الورك بزيرو هشيلهم، ما جابليش اي سيرة ان في مثلا ارتفاعات او ماسورة فوق وماسورة تحت، فبالتالي برضو ما عنديش بوتنشال انرجي. فالمعادلة هتقول الى ام دلتا اتش زائد دلتا كينتيك انرجي هتساوي زيرو. دلتا اتش انا معايا اتش بيفور اند افتر، فهعملهم ماينس بعض. دلتا كينتيك انرجي اللي هي نص ام في سكويرد، فهتبقى برضو في، هعمل الفرق ما بين v2 squared و v1 squared. ملحوظة بس هنا صغيرة ان هو ما ادانيش ماس، فانا قدامي حاجة من اتنين، يا اما افرض بيزس اي رقم ماس واحد الف whatever، او ان انا اقسم على الماس في الناحيتين دلتا اتش ودلتا كينتيك انرجي. بما ان دلتا اتش اللي عندي هي اصلا specific per unit mass، فممكن اكتب الكينتيك انرجي نص v squared وخلاص. فالمعادلة في الاخر هتبقى بالمنظر ده، ان الفرق ما بين الانثالبي 2 minus 1 2860 minus 2974 plus نص v2 squared minus v1 squared بتساوي 0. وطبعا هو قال لي v1 ب 0، فالمجهول الوحيد هو هنا v2، وضربت الانثالبي في 1000 عشان اظبط بس اليونتس، لان انا هنا عندي كاينتيك انرجي بير يونت ماس. كاينتيك انرجي بالاس اي يونتس هتبقى جول بير يونت ماس، فسي ان هي جول بير كيلو جرام، لكن ال specific enthalpy هنا هي كيلو جول بير كيلو جرام، فكنت محتاج اضرب في 1000 عشان اظبط اليونتس تبقى جول وجول. احل المعادله البسيطه دي، طلع عندي ال velocity 477.5 متر بير سكند، فواضح ان تقليله ال pressure دي بتؤثر بشكل كبير جدا على ال velocity، ودي من الحاجات اللي لازم يعني تتحط في الاعتبار لو انت بتتعامل مع nozzles او فالفز بتقلل البريشر او حتى اكسباندر او تربين. كل الحاجات دي ممكن نحط في اعتبار قصه الكاينتيك انرجي عشان بس نطمن ان ما تعديش حد معين المواسير تستحمله والكلام ده. بروبلم نمبر 2 بيقول لي عندي فيول اويل از بيرند ان بويلر فيرنس، وقود حرقته في فرن طلع لي 556 كيلو واط فيت. 90% من الطاقة دي هيروح عشان ينتج ستيم، ساتوريتد ستيم عند بريشر 10 بارز من مية عند 20 سلسيوس، وبيسألني at what rate in meter cube per hour ال steam is produced. فالقصة هنا ان انا عندي بويلر، البويلر ده محتاج ادخل له طاقة، فالطاقة دي بجيبها من فرنس، من فرن بحرق فيه اويل، هدفها ان انا احول مية من درجة حرارة 20 لستيم عند ساتوريتد عند 10 بار. فسيستم زي ده برضه هطبق عليه معادلة الاوبن سيستم انرجي بالانس زي ما هي،
هلاقي ان انا ما عنديش اي سيريال كاينتيك وبوتنشال انرجيز وما فيش اي ورك برضو في الموضوع، فالمعادلة هتقول الى دلتا اتش بتساوي كيو. الكيو هتكون ايه؟ كيو هي 90% من ال 556 كيلو وات اللي هي كيلو جول بير سكند، ودلتا اتش ببساطة هروح الستيم تيبلز واجيب الاتش في كيس نمبر 1 وكيس نمبر 2 واعملهم ماينس بعض ويبقى الموضوع بسيط جدا. فلما اروح الستيم تيبل هطلع المعلومات بالمنظر ده، هلاقي ان في الحالة رقم 1 H1 بتساوي 84، وفي الحالة رقم 2 H2 2776 كيلو جول بير كيلو جرام. وطلعت برضو السبيسيفيك فوليوم في كيس نمبر 2، هنشوف استخدامها في الاخر، بس هعوض الاول في المعادلة. هو عايز الريت الستيم هينتج بيه، فانا من المعادلة دي مجهول عندي كمية الستيم، فهي دي اللي هحسبها الماس فلو ريت. في دلتا اتش هيساوي زي ما قلنا الكيو، يطلع الماس فلو ريت هنا 0.1858 كيلو جرام بير سكند. هو ما كانش عايز الماس فلو ريت، هو كان عايز الفوليومتريك فلو ريت، علشان كده جبت V2 الفوليوم بتاع الستيم بير يونت ماس. فلما اضرب الاثنين دول في بعض هيجيب لي الفوليومتريك فلو ريت، لكن هيطلع لي كيوبيك متر بير سكند. فالرقم ده لما اضربه في 3600 يطلع لي كيوبيك متر بير اور، وهو المطلوب. في المسألة الثالثة قال لي إن عندي ساتيوريتد ستيم عند درجة حرارة 100 هسخنه ل 300. استخدم الستيم تيبلز علشان تحسب لي، وحط لي بقى تو كيسز أو تو سيناريوز. أول حاجة الريكورد هيت انبوت، لو أنا استخدم لو أنا كان عندي كونتينيوس ستريم ماشي باستمرار بمعدل 100 كيلو جرام بير سكند، وبيحصل له العملية دي أندر كونستنت بريشر. والمرة التانية الهيت انبوت، لو انا عندي هم 100 كيلو جرام مره واحده هيحصل لهم عمليه التسخين دي in a constant volume container، حطيتهم في نفس الكونتينر وقفلت عليهم وسخنت من 100 ل 300. هنا قال لي جول بير سكند لان انا عندي continuous stream، ماسوره مثلا ماشي فيها ميه باستمرار، لكن هنا هيت وخلاص جول بس، لان انا عندي هي عمليه بتحصل باتش مره واحده. هروح الستيم تيبلز واطلع المعلومات اللي انا محتاجها. طبعا دي رسمة المسألة، برضو أنا عندي هيتر وعندي input و output two temperatures وبدخل Q، وهي دي اللي مطلوب أحسبها في الحالتين. طيب رحت ال steam tables، مبدئيا أنا هطلع من ال steam tables تلات حالات مش حالتين بس، مش 1 و 2 بس. ليه؟ لأن 1 هي لكن 2 هتختلف حسب أنا شغال at constant pressure ولا at constant volume. فعشان كده فرقنا هنا خانتين في الجدول، مره 2 لما اوصل لها عن طريق كونستانت بريشر اللي هي كيس A، ومره عن طريق كونستانت فوليوم اللي هي كيس E. طيب التمبرتشرز هنا كانت 100 300 300، قال لي ان 1 ده ساتوريتد ستيم عند 100، فبالتالي اقدر ادخل في تيبل 1 اطلع كل المعلومات اللي انا محتاجها. فطلعت البريشر بتاعه 1.013 بار، طلعت كمان السبيسيفيك فوليوم بتاعه 1.673، طلعت ال U وطلعت ال H، طلعت كل حاجة قدامي. طبعا انا مش هحتاج كل الحاجات دي، بس مبدئيا طلعناها، وبعدين هنوضح بقى ان احنا في كيس A هنستخدم كذا وكيس B هنستخدم كذا. طيب 2 برضو 2 هي temperature 300، هوصل لها at constant pressure، فبالتالي pressure هنا هيبقى نفس الرقم ده اللي هو 1.0132. طيب انا علشان احسب ال required heat هنا، ده في continuous stream flowing فده open system، فانا المعادلة بتاعتي هتبقى delta H بتساوي Q، فانا احتاج احسب ال enthalpy. فعشان كده ما اهتمتش بقى ان انا اطلع كل حاجة، انا اهتميت ان انا بس اطلع ال H في الحالة دي، وطلعت بالرقم ده. بعد كده لما نشوف ال case number 2 في حالة ال constant volume، برضه انا معايا درجة الحرارة وقال لي constant volume، الكونتينر ليه نفس الفوليوم، فبالتالي الرقم ده هيبقى هو ده. طيب احنا كنا عارفين نعمل ايه لو انا عندي مثلا saturated، فهدور بالتمتشر او البريشر في تيبل 1 و 2، او كنت بدخل تيبل 3 بسهل بالتمتشر والبريشر واطلع باقي المعلومات. هنا انا مش معايا تمتشر وبريشر، انا معايا تمتشر وفوليوم. هل اقدر ادخل تيبل 3؟ اقدر ادخل، بس يعني ممكن تبقى ملخبطه سنه، لكن هقدر اعملها. ازاي؟ انا هنزل يعني همسك الصفح اللي فيها تمبرتشر 300،
وهبدأ أشوف الفوليوم في كل مرة عند كل بريشر. فهاجي في السطر بتاع ال 300 في أول صفحة، هلاقي فيه 3 بريشرز، هدور فيهم على الفوليوم ده، لقيته تمام، ما لقيتوش أقلب لأول صفحة بعد كده فيها 300 وأبص على البريشرز وهكذا. هفضل بقى أدور لحد ما الاقي الفوليوم اللي هو بيساوي 1.673 عند تمبتشر 300، هلاقي ان الكلام ده مش موجود بشكل صريح، لكن هلاقي مره في فوليوم بيطلع 1.757، ده لما كان البريشر 1.5 في الجدول اللي فيه 1.5 بريشر، ومره 1.3162 ده كان عند بريشر ب2. فقمت عامل جدول صغير هنا للانتربوليشن، ان انا مش عايز ال 1.5 ولا عايز ال 2، انا عايز البريشر اللي في النص اللي بيوازي 1.673، وكمان عايز بقى اليو الانترنال انرجي، عشان في حاله الكونستانت فوليوم انا هحسب فرق انترنال انرجي لان ده كلوزد سيستم، مش هحسب انثالبي. فالانتربوليشن هحسب بيه الارقام دي. البريشر طبعا يعني شكلا عشان بس المعلومات تبقى كامله، لكن عشان اجيب الفاينل انسر انا ما كنتش محتاج غير اليو. هلاقي ان بيطلع لي بريشر في الحاله دي 1.595 واليو 2809. الخطوه الاخيره هقول ان الحاله الاولى الكيو هي دلتا اتش، هي اتش 2 ماينس اتش 1، وهو قال لي 100 كيلو جرام بير سكند، فالرقم ده هضربه في 100 يطلع 3.985 في 10 باور 7 جول بير سكند. طبعا الفرق ده كيلو جول بير كيلو جرام، هنا في 100 هيطلع كيلو جول بير سكند، فضربت في 1000 عشان يبقى جول بير سكند زي ما هو كان عايز. والحالة التانية خدت دلتا يو 2809 ماينس 2506، والرقم ده اتضرب في 100 فبقى كيلو جول، وبعدين في 1000 فبقى جول بس مش جول بير سكند، فعفوا او عذرا على الغلطة دي، هي 3 في 10 باور 7 جول. المسألة رقم 4 قال لي إن أنا عندي rigid vessel having a volume of 10 meter cube. rigid vessel معناها إن ال vessel ليها volume ثابت، حاجة مثلا إزاز أو metal أو whatever، فمش بتتضغط، مش بلاستيك مثلا بتضغط شوية أو بتنفخ شوية، لأ هي ثابتة 10 متر مكعب. جواها 99% منها water vapor، 1% liquid by volume، والليكويد والفيبر دول at equilibrium at 2 bar، معناها إن هما saturated. طالما هما ات اكوليبريم معناها ان ده ساتوريتد ليكويد وساتوريتد فيبر. وال 99% وال 1% دي مش هي الفيبر كواليتي، او هي او الدراينس فراكشن اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، لان الحاجات التانية دي كانت باي ماس، لكن ده بس فوليومتريك. يعني انت ال 10 متر مكعب دول هتلاقي منهم 0.1 متر مكعب ميه و9.9 متر مكعب ووتر فيبر. بيسألني انا محتاج هيت قد ايه ترانسفيرد للسيستم عشان احول كل الليكويد اللي فاضل لفيبر. تمام، هعمل هروح الستيم تيبلز واجيب المعلومات اللي انا محتاجها، بما ان ده كلوزد سيستم فانا محتاج اجيب اليو في حالة رقم 2 واليو في حالة رقم 1 واعملهم ماينس بعض. طيب حالة رقم 1 عندي هي مش صريحة، انا عندي جزء فيبر وجزء ليكويد، فبالتالي قسمتها كده على 3، الفيبر لوحده والليكويد لوحده وعمود تالت كومبايند بقى ان انا لما اجي اجمعهم على بعض. طيب كان البريشر هو قال لي ان هو 2 بارز، فتمام البريشر اهو 2 بارز. قال لي معلومة ايه كمان؟ قال لي ان التوتال فوليوم 10 متر مكعب، الووتر فيبر 99% والليكويد ووتر 1%، فده معناه ان انا معايا الفوليوم بتاع each part. طبعا هو هنا البريشر بار 2 بارز وساتوريتد، فانا معايا التمبتشر كمان. اقدر عند كل كيس من دول سواء فيبر او ليكويد اجيب سبيسيفيك فوليوم. سبيسيفيك فوليوم ده انا هستخدمه في ايه؟ هستخدمه عشان منه اقدر احسب الماس، علشان منه اجيب الفيبر كواليتي عشان اكمل حسابات المساله واجيب الـ internal energy اللي هنا. فزي ما قلنا من شوية انا معايا volume water vapor 9.9 متر مكعب، لما اقسم 9.9 على الرقم ده هيطلع لي الماس بتاع الـ vapor 11.1814، ولما اقسم 1/10 اللي هي 1% في 10 0.1، لما اقسمها على الـ specific volume هنا هيطلع لي الماس
94.25، مجموعهم total mass 105.4321، وهيبقى ال dryness fraction أو ال vapor quality 0.106. يعني لقيت إن تقريبا 10.5% من ال water vapor وال liquid اللي موجودين دول water vapor، 10.5% بس vapor و89.5% liquid، رغم إن فرق ال volume يعني 99% vapor و1% liquid، لكن احنا عارفين ان الفيبر بيبقى الفوليوم بتاعه اكبر جدا من الليكويد، فبالتالي كماس لا طلع ان الليكويد لسه كتير جدا. طيب فاحنا هنعمل ايه، او كل اللفه دي كنا بنعملها ليه؟ كنا بنعملها عشان نجيب ال dryness fraction، علشان لما اجيب الانترنال انرجي بتاعت الفيبر لوحده وبتاعت الليكويد لوحده استخدم المعادله اللي انا حافظها، ان الانترنال انرجي بتاعت الميكشر هتساوي ال 504 زائد اكس في الفرق ما بين البيبر والليكويد، يطلع 719.2، طبعا قريب جدا من الليكويد بما ان يعني يبقى 90% تقريبا من الميكشر ليكويد. طيب ده كده احنا خلصنا ستيت نمبر 1، كل القصه دي عشان اوصل للرقم ده. عايز بقى اروح الناحيه التانية اشوف يو 2 بتساوي كام عشان اعملهم ماينس بعض واخلص. طيب انا اعرف ايه عن عن ستيت رقم 2؟ اعرف ان هي ليها نفس الماس، ده اكيد، واعرف ان هي ليها نفس الفوليوم 10 متر مكعب. حد عنده شك في كده؟ هي ريجيد فيسل، فبالتالي هم ال 10 متر مكعب ما راحوش في حته، فلما اقسم ال 10 متر مكعب على الماس هيطلع لي ال specific volume اللي هو 0.0949. في حد ممكن يقول هو احنا ممكن نفترض ان هو هيفضل عند نفس البريشر؟ الاجابة لا، انت ما تقدرش تجزم، لان انت ممكن لما تبخر شوية الليكويد ال 94 كيلو ليكويد دول لما يتبخروا ممكن البخار الكتير يعلي البريشر. حد تاني يقول طب يمكن التمبتشر تفضل ثابتة؟ طبعا لا، لان برضو انت عمال تسخن، فطبيعي ان الحراره برضو هتزيد في حاله زي دي مع تغير البريشر. فبالتالي الحاجه اللي انا كنت عارفها هنا هي الفوليوم، المعلومه الرقم الوحيد اللي معايا السبيسيفيك فوليوم، واعرف معلومه تانية ان الكيس نمبر 2 دي هتبقى ساتوريتد فيبر. ليه؟ لان هو قال لي عايز الهيت تو جاست كونفرت اول ليكويد تو فيبر. جاست كونفرت يعني انا هفضل اسخن لحد ما تتبخر اخر نقطه ليكويد، بعد كده مش هسخن تاني، فهو هيفضل ساتوريتد فيبر مش هيبقى سوبر هيتد فيبر. فبالتالي انا كيس نمبر 2 معايا ساتوريتد فيبر السبيسيفيك فوليوم بتاعه 0.0949 متر كيوب بير كيلو جرام. طالما معايا معلومتين يبقى ده معناه ان انا اقدر اجيب باقي المعلومات. الموضوع هيبقى سهل او صعب؟ لا، فممكن يبقى صعب في بعض الكومباينيشنز زي الكومباينيشن اللي معانا دي. ليه؟ لان انا دلوقتي محتاج برضو زي برضو المساله اللي فاتت ما كانتش سلسه قوي، انا محتاج افتح سواء تيبل 1 او تيبل 2 بتوع الساتوريتد، واقعد ادور على الفوليوم بتاع الجاز، ادور على في جي بتساوي الرقم ده، ومش شرط الاقي الرقم ده جاز، ممكن الاقي رقم اكبر منه شويه ورقم اصغر منه شويه، ودي برضو الكيس عندنا هنا، فاروح اعمل انتربوليشن. فبعد بقى ما نعمل القصه دي كلها هلاقي فعلا في 0.09 مثلا 0.096 حاجه، وممكن الاقي رقم تاني 0.0941 مثلا، يعني رقم اعلى ورقم اقل. هروح اعمل انتربوليشن بحيث اطلع باقي المعلومات، هلاقي ان انا عندي التمبتشر بتطلع تقريبا 216 والبريشر تقريبا 21.4، وبرده نتيجه للانتربوليشن اللي هعمله هطلع ان اليو 2595. خلاص اخر خطوه ان انا هعمل يو 2 ماينس يو 1 واطلع دلتا يو بتساوي الرقم ده. طبعا يو 2 ماينس يو 1 هيطلع لي كيلو جول بير كيلو جرام، هضرب الرقم في 105 عشان يطلع لي الحل النهائي بالكيلو جول. الارقام هنا تبدو غريبه شويه، ان انا بتكلم عن الخليط ده كان عند 2 بارز و120 سلسيوس، معقول عشان اسخن 1% عشان ابخر 1% ميه اوصل الضغط ل 21.5 اكتر من 10 اضعاف والتمبتشر هتزيد
اكتر من يعني حوالي 100 درجة او حوالي 95 درجة فعليا. اه ممكن يحصل كده، لان احنا اتفقنا ان 1% دي خداعة. انا فعليا عندي باي ماس 89.5% ليكويد، فالكمية الرهيبة دي عشان تتبخر هتطلع كمية فيبرز رهيبة في الفوليوم المحدود. الفيبرز دي البريشر بتاعها هيزيد، فبالتالي التمبتشر بتاعتها هي كمان هتزيد، فنوصل للأرقام العالية اللي بالمنظر ده. بعد كده المسألة رقم 5. مسألة رقم 5، عندي مية رايحة لستيم بويلر عند 40 بار و75 سلسيوس، رايحة للبويلر عشان تتحول لستيم. في البويلر المية دي هتتسخن وتتحول لستيم عند 40 بار، لكن الستيم ده مش دراي، مش كويت دراي، مش 100% دراي، لا هو ليه كواليتي 99.5% دراي، يعني مش معاه اي ميه، يعني ساتوريتد ستيم. لكن لما يقول لي الكواليتي 99.5% معناها ان في 0.5% ميه طلعت من البويلر مع الستيم. اللي هو نيرلي ساتوريتد ستيم، اللي هو مش ساتوريتد قوي، ده هيروح بعد كده الخطوه اللي بعدها للسوبر هيتر، هيسخنه 100 درجة إضافية على درجة حرارته at constant pressure. قال لي احسب لي لكل 1000 كيلو جرام من الستيم اللي أنا بطلعه، احسب لي الكيلو جول الإنرجي عشان إيه؟ عشان أطلع ال 99.5% ستيم، وبي عشان أبروفايد السوبر هيت، اللي هما الخطوتين. نرسم كده الكيس بتاعتنا، هلاقي الآتي: هلاقي عندي المية بتدخل على بويلر، بتاخد شوية هيت اسمها Q1، بيطلع وات ستيم اللي هو الكواليتي بتاعته 99.5، اسخنه في هيتر ياخد انرجي تاني اسمها Q2 عشان يطلع سوبر هيتد ستيم. زي ما احنا اتعودنا خلاص هنعمل الجدول بتاعنا، واي كيس فيها وات، فيها يعني كومبايند فيبر اند ليكويد، لازم هعمل صف للفيبر وصف للليكويد وصف كومبايند، ونبدأ واحدة واحدة. ميه عند 40 و75 اقدر اروح لتيبل 3، ادخل بال 40 و75، جبت الاتش بتاعتها. برضو هنا انا بطلع اتشات مش يوهات، عشان ده فلو ريت، عشان ده فلو ماشي كونتينيوس مش باتش، فبستخدم اتش. قصه الاوبن سيستم والكلوز سيستم لازم دايما تبقى حاضره في اذهان. طيب هوصل لفيبر ساتوريتد عند او يعني فيبر وليكويد مع بعض عند 40 بار، فانا معايا البريشر هنا 40 بار ساتوريتد، فبالتالي التمبتشر هتبقى، هطلعها من تيبل 2، طلعت التمبتشر 250.33، واروح اجيب الاتش للفيبر والليكويد اللي هي هتبقى اتش جي واتش اف، طلعوا الرقمين دول. وعشان اجيب الكومبايند ما بينهم هستخدم ال 99.5% اللي هي اكس بتساوي 0.995، هتطلع لي الانثالبي 2791، طلعت المره دي قريبه من الفيبر بما ان الاكس رقم كبير جدا. اخيرا هروح بقى للحاله الثالثه، قال لي ان ده سوبر هيت ستيم، الستيم هيزيد 100 درجه، فال 250 دي هتبقى 350 ات كونستانت بريشر، فال 40 هتفضل 40. اخد برضو الرقمين دول واطلع على تيبل 3، هلاقي جدول 40 بار غالبا احتمال، لكن اكيد ان انا مش هلاقي تمبتشر 350.33، فمؤكد ان انا هحتاج اعمل انتربوليشن عشان اطلع الانثالبي في حاله رقم 3 بتساوي الرقم ده. مطلوب منك بقى خلاص دلتا اتش في كيس A هتبقى 2-1، ودلتا اتش بتاع كيس B هي هتبقى 3-2، هتطلع بالمنظر ده والمنظر ده. طبعا هنا بير كيلو جرام الرقم ده تضربه في 1000 عشان يطلع لك بقى المطلوب منك تحديدا، بس هنا اختصار او عشان الرقم يبقى اشيك يعني اكتفينا بالكيلو جول كيلو جرام، وانت اضربها في 1000 مع نفسك يعني، بس اوعى تحسبها غلط. المسألة اللي بعد كده رقم 6 بيقول لي ان انا عندي 5 كيلو جرامز من ويت ستيم عند 5 بار، يعني ده ساتوريتد لكن في شويه ساتوريتد ليكويد وشويه ساتوريتد فيبر. الانثالبي بتاعتهم 10.3 كيلو جول ريلاتيف تو ليكويد ووتر عند 5 بار و50 سلسيوس. هو ما قاليش انه مثلا فتح الستيم تيبل وطلع الانثالبي او حسبها عن طريق الستيم تيبل وطلعت 10000، لا هو بيقول ريلاتيف لحاجه تانية، فريلاتيف بالنسبه ليها معناها ان ده الفرق ما بينهم، يعني الفرق ما بين الانثالبي بتاعت الويت ستيم والميه ده ماينس ده 10000 كيلو جول طبعا للخمسة كيلو جرامز على بعضهم.
عايزني احسب الكواليتي بتاعت الويت ستيم ده والتوتال فوليوم اوكيبايد باي ذا ستيم. هعمل القصه دي ازاي؟ الاول هروح اشوف لو انا حبيت اجيب الانثالبي بتاعت الويت ستيم ده من الستيم تيبل والريفرنس اللي هي الميه دي من الستيم تيبل، واعمل ده ماينس ده اساويهم بال10000 واشوف بقى المجهول واطلعه. فانا هعمل الجدول بتاعي بتاع الستيم تيبلز، هعمل فيه خانه للريفرنس اللي هي الميه عند 5 بار و50 سلسيوس، هلاقي ان الاتش بتاعتها 209.7 كيلو جول بير كيلو جرام. وبعدين اروح بقى للويت ستيم، الويت ستيم ده ساتوريتد عند 5 بار فالتمبتشر بتاعته هتطلع 151.85. لو شفت الفيبر لوحده هلاقي الانثالبي بتاعته بالمنظر ده والليكويد لوحده بالمنظر ده. طيب هل انا اعرف الانثالبي التوتال بتاعت الويت ستيم؟ اعرف احسبها وبعدين هحولها لكيلو جول بير كيلو جرام. هحسبها ازاي؟ هقول ان العشرة الاف كيلو جول دول هم طبعا الخمسة كيلو جرامز في الفرق ما بين الاتش دي والاتش ريفرنس، الاتش بتاعت الويت ستيم ماينس اتش ريفرنس كيلو جول بير كيلو جرام، في خمسة يطلع 10000 كيلو جول. لما احل المعادلة الصغيرة دي اعوض ب209 هيطلع هنا 2209.7، فهو الفرق ال 2000 ده اللي هي ببساطة ال 10000 على 5 كيلو جرام. جبت الويت ومعايا الفيبر ومعايا الليكويد، اقدر من هنا اطلع الاكس الكواليتي، لان ده بيساوي الليكويد زائد اكس في فيبر ماينس ليكويد، فتطلع الاكس بتاعتي 0.745. جميل قوي. طيب هو كان عايز ايه تاني؟ كان عايز التوتال فوليوم، ففي الحاله دي هروح اجيب الفوليوم بتاع الفيبر لوحده والليكويد لوحده واعوض في نفس المعادله ان الفوليوم بتاع الويت هيساوي ليكويد بلس اكس في فيبر ماينس ليكويد، يطلع 0.2973 متر كيوب بير كيلو جرام. هو ما كانش عايزه بير كيلو جرام، هو كان عايز التوتال على بعضه، فالرقم ده هيتضرب في الماس اللي هو 5 يطلع 1.397 متر كيوب. بعد كده المسألة السابعة، عندي ساتوريتد ستيم عند 7 بارز از بلندد، يعني عملت له ميكسنج مع سوبر هيتد ستيم عند 10 بار و300 سلسيوس، طلع لي اجمالي توتال 150 كيلو جرام بير اور لسوبر هيتد ستيم عند 250، وقال لي اهمل التغير في الكيميكال في الكايناتيك والبوتنشال انرجي. عايزني احسب الفلو ريتس بتاعت التو ستريمز، التو فيد ستريمز دول كام وكام اللي هما مجموعهم 150، بافتراض ان البروسيس دي ادياباتيك يعني مفيش اي هيت لوسز من السيستم. وبعدين قال لي ارجع احسب الفلو ريتس المفروض تبقى كام لو بيحصل عندي لوس بمعدل 8500 كيلو جول بير اور من البلندر او الميكسر ده. فهطلع المعلومات عن الثلاثه ستريمز اللي عندي 1 و2 اللي بيحصل لهم ميكسنج ويديني الثالث. فستريم 1 كان ساتوريتد عند 7 من تيبل 2، هجيب التمبتشر والانثالبي بتاعته. ستريم 2 كان سوبر هيتد 10 و300 فهطلع الانثالبي بتاعته من تيبل 3 3250. والثالث قال لي ان هو سوبر هيتد عند 250، ما قاليش البريشر، بس انا في حاله الميكسنج لو هو ما قاليش فانا بفترض ان انا بوصل للبريشر الاقل من الحاجات اللي داخله، فالبريشر هنا هعتبر ان هو ب7. هو طبعا لازم يبقى 7 او اقل، لان يعني لو البريشر اعلى من كده ممكن الفلو يمشي بشكل عكسي لان البريشر في الاوتبوت ما ينفعش يبقى اعلى من الانبوت. فباختصار في حاله زي كده بناخد البريشر الاقل. من 257 من تيبل 3 هجيب الانثالبي طلعت 2954. طيب بعد كده هروح بقى لمعادلة انرجي بالانس ان M1H1 plus M2H2 هتساوي M3H3. M1 انا مش عارفها، M2 مش عارفها، لكن عارف ان مجموعهم 150 فبالتالي هتبقى 150 minus M1، و M3 ب 150 او M total. لما حل المعادلة دي جبت M1 اطرحها من ال 150 جبت M2. طيب لو عندي losses 8500 كيلو جول بير اور يبقى انا محتاج في الترم الاولاني ليفت هاند سايد ده اعمل هنا كده ماينس 8500 او اوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، فجمعت هنا بلس 8500 ورجعت حليت المعادله تاني لقيت ام 1 بقت 21 وام 2 بقت 128. هل منطقي ان لو انا عندي losses الاقي ان ام 1 قلت وام 2 زادت؟ هلاقي ان ام 1 ده ابرد شويه لان هو ساتوريتد عند 7 بار، لكن التاني ده سوبر هيتد عند
10 بار، فطبيعي ان ده هيبقى اسخن. هبص لها من وجهة نظر تانية ان الاتش 2 اعلى من اتش 1، فبالتالي لو في لوسز لازم ازود شوية من كتير واقلل من قليل، فالنتيجة هنا منطقية وما فيهاش اي ازمة. problem 8 قال لي ان انا عندي the contents of a tank في 1 كيلوغرام ستيم عند 600 درجة و150 بار are allowed to flow into an evacuated tank of equal capacity. جاب تانك تاني كده قده بالظبط لنفس الفوليوم ووصل ما بينهم وفتح الفولف دي وساب الستيم اللي جوه ده ينتشر في التو تانكس لحد ما بقى فيه تعادل وبقى عند نفس البريشر. وقال لي البروسيس دي بتحصل ادياباتيكالي، يعني ما فيش اي لوسز للسراوند. احسب الفاينل تمبتشر والبريشر في الكومبايند سيستم في الناحيتين، هيبقى التمبتشر والبريشر بتساوي كام. وبعدين قال لي طيب احسب انا محتاج اسبلاي هيت قد ايه عشان اخلي البروسيس تبقى ايزوثيرمال عشان احافظ على درجة الحرارة في التانكين زي بعض. فهو اداني هنت كده او غششني ان انا لما اجي احسب الفاينل تمبتشر هنا المفروض تطلع اقل من 600، بما اني محتاج اسبلاي هيت عشان احافظ عليها من 600. يعني هي مثلا ممكن تطلع 500 400 وتفر رقم اقل، عشان افضل بقى نخليها 600 لازم اسخن من بره. ده معنى الجملة التانية. فهعمل ايه؟ هقول ان انا عندي الكيس نمبر 1 وعندي الكيس نمبر 2 برضو ليها حالتين، لو انا شغال ادياباتيك او شغال ايزوثيرمال. طيب لو انا شغال بتكلم الاول على كيس نمبر 1، عندي تي وعندي بي اهم، وعندي جبت عندها الاتش وجبت عندها السبيسيفيك بول، لقيتها طلعت بالمنظر ده. طيب انا عارف ايه بعد كده؟ عارف ان البروسيس دي بتحصل ادياباتيك، فبالتالي الاتش مش هيحصل لها حاجه، نفس الكيلو جول بير كيلو جرام القديمه هتبقى هي الجديده، لان مفيش اي حراره داخله او خارجه. تاني حاجه عارف ان الفوليوم متر كيوب بير كيلو جرام هيتضاعف، لان انا نفس الكميه بدل ما هي مزنوقه في تانك واحد انا وسعتها وخليتها موجودة في تانكين، فبقى عندي دبل الفوليوم، فبالتالي هلاقي ان الرقمين دول بقوا معايا. طالما معايا معلومتين يبقى اعرف اجيب الباقي. اعرف اجيب الباقي بسهولة؟ لا مش شرط، ممكن الموضوع يبقى صعب. وبالفعل الكيس دي ممكن تكون من اغلس الكيسز اللي هتعدي علينا، لان انا محتاج ادور في تيبل 3 ب اتش و في مع بعض، عايز ادور على نقطة لو لقيتها يكون ال H بتساوي كده وال V بتساوي كده. طبعا الموضوع هيبقى فيه شوية صعوبة، بس انت ممكن تبدأ ان انت تدور على واحدة منهم، تدور على H مثلا في الرينج ده اللي هي 3000 وحاجة، 3600 3500، ولما توصل لها عند بقى اي pressure و temperature تبدأ تبص على الفوليوم. لقيت الفوليوم بعيد شوية تبدأ تدور على نفس ال H في حتة تانية وتشوف بقى الفوليوم بيحصل ايه، مثلا بيقل ولا بيزيد لما انت تدور في بريشر اعلى او اقل. هتحاول تقرب على قد ما تقدر لاقرب نقطة للمنظر ده، لو ما لقيتش حاجة مباشرة ممكن تقرب لواحدة فيهم. يعني لو لقيت فوليوم بيساوي ده وقريب منه جدا ممكن تعمل انتربوليشن على نقطتين انثالبي، او العكس لو لقيت انثالبي قريبة من ده جدا تعمل انتربوليشن على نقطتين فوليوم. وفي الاخر يعني الموضوع هيبقى فيه نوع من الابروكسيميشن. في الحالة دي أقرب حاجة، أقرب نقطة للرقمين دول هلاقيها بتحصل عند temperature 570 و pressure 75 بار، والأرقام فعليا ظريفة، يعني الأرقام متوقعة. أنت لما ضعفت الفوليوم البريشر قل للنص والتمبتشر قلت حاجة بسيطة من 600 ل 570، واحنا كنا متوقعين فعلا ان هي تقل ما تزيدش. برضو البريشر كنا متوقعين ان هو يبقى اراوند ال 75 لان انت ضعفت الفوليوم، فا اكسبكتنج ان البريشر يقل للنص. طيب لو انا عايز احافظ على الموضوع على البروسيس دي ايزوثيرمال، هيبقى ايه اللي ثابت وايه اللي هيتغير؟ مبدئيا هلاقي ان التمبتشر هنا هتبقى 600، الفوليوم كده كده هيتضاعف لان هما تو تانكس، الانتلبي بقى معرفش هتبقى كام، هي دي اللي انا المفروض اصلا احسبها. الكيس دي اسهل شويه لان انا هخش تيبل 3 تمبتشر واقعد ادور بقى في الجداول المختلفه على التمبتشر اللي قصادها الفوليوم ده او اقرب حاجه ليه، هلاقي الكلام ده تقريبا بيحصل عند بريشر 80 بار، ساعتها الانثالبي بالمنظر ده. لما اعمل الانثالبي 2 ماينس 1
يطلع لي الفرق هنا 59.7 كيلو جول بير كيلو جرام، وانا عندي اوريدي 1 كيلو جرام بس من ستيم، فيبقى 59.7 كيلو جول. بروبلم 9 بيقول لي ان انا عندي ستيم عند 10 بار و400 سلسيوس is expanded adiabatically لنص بار في تربين، بيعدي على تربين، تربين دي بتقلل البريشر وفي المقابل بتطلع لك بتنتج لك طاقة work، فالجنريتور او التربين ده بيطلع لك 1500 كيلو وات من الباور، في المقابل بيقلل لك بريشر الستيم من 10 بار لنص بار. الستيم اللي خارج من التربين ده بعمل له كولينج تمام علشان اوصله يبقى ساتوريتد ليكويد عند نفس البريشر عند نص بار. الكولينج ده بيسحب طاقة بمعدل 1.25 10 باور 10 جولز بير اور. طالب مني حاجتين، احسب له الفلو بتاع الستيم اللي ماشي الاول في التربين وبعدين في الكولينج، وتاني حاجة الكواليتي اوف ستيم ليفينج ذا تربين. واضح ان الستيم اللي خارج من التربين هنا ده هيبقى ويت، جزء منه ميه وجزء ستيم، فعايز اعرف الكواليتي كام. فبرضه في حالة زي كده زي ما اتفقنا انا هشوف كل البوينتس اللي عندي بوينت 1 و 2 و 3، وبما ان 1 هي ميكسد فيز فيبر مع ليكويد فهعمل لها جزء فيبر وجزء ليكويد وجزء كومبايند. ابدا بواحد هي سهله 10 مع 400 من تيبل 3 بكل سهوله، هطلع الانثالبي. كيس نمبر 2 قال لي ان البريشر 0.5 بارز، يبقى التمبتشر الساتوريتد 81.35، واشوف بقى الليكويد لوحده والفيبر لوحده. الكومبايند ده لسه مش هعرف احسبه لان انا مش معايا الكواليتي، انا محتاج اصلا احسبها. واخر حاجة نص بار ساتوريتد ليكويد، فنص بار نفس التمبتشر، وهلاقي ان الانثالبي هي يعني هي فعليا هي نفس النقطة دي، لان هي باقي الفيبر اللي كان موجود اللي حصل ان هو اتكثف فبقى زي كده، فبقى التوتال في المنظر ده. طيب انا لو جيت اعمل الانرجي بالانس على التربين لوحدها هلاقي المعادلة بالمنظر ده، فيها ماس مجهول وفيها اتش 2 مجهولة اللي هي دي. لو جيت اعمل انرجي بالانس على الكولر لوحده هلاقي ام مجهوله واتش 2 مجهوله. هيبقى الحل ايه؟ هيبقى الحل اعمل زي ما كنا بنعمل في الماتيريال بالانس قبل كده، ان انا اعمل لوب اوفرول كده بتضم الجهازين او الخطوتين مع بعض، وده بالمعادلات كاني جمعت المعادلتين دول على بعض. فلما اجمع المعادلتين على بعض اتش 2 هيروحوا مع بعض، يفضل عندي مجهول واحد هو ام. لاحظ بس الاتي، لاحظ ان ال W وال Q الاشاره بتاعتهم هتبقى عامله ازاي. التربين دي بتنتج شغل بتطلع وورك، فبالتالي الإشارة هنا وورك خارج انرجي خارجة هتبقى نيجاتيف. نفس الكلام في الكولر، أنا ببرد فبالتالي بسحب انرجي، فبالتالي برضو الإشارة هتبقى نيجاتيف. فالرقمين دول لما أجمعهم على بعض هنا هيبقى نيجاتيف نيجاتيف. الناحية التانية هلاقي ام في اتش 3 ماينس اتش 1، فطبيعي برضو هنا الاقي اتش 3 أكبر من اتش 1 عشان النيجاتيف في الناحيتين يطيروا بعض ويطلع الماس البوزيتيف. لو انت ما خدتش بالك من قصه الساين هنا هتلاقي نيجاتيف بيساوي بوزيتيف، فهتعرف لان مستحيل الماس يكون بالنيجاتيف. تاني حاجه ملحوظه ان اليونتس لازم تكون ماشيه مع بعض. انا على الشمال عندي ماس بالكيلو جرام في فرق الانثالبي كيلو جول بير كيلو جرام، والماس هيبقى مثلا كيلو جرام بير سكند لان ده فلوريد، فلازم الناحيه التانيه برضو يبقى كيلو جول بير سكند. عندي الورك كيلو وات اللي هي كيلو جول بير سكند، فدي ما فيهاش مشكله. عندي الكيو جول بير اور، فبالتالي محتاج اقسم على 1000 تبقى كيلو جول، وبعدين اضرب اقسم على 3600 عشان تبقى بير سكند. فالرقم ده هيتقسم على 1000 على 3600. لما اعمل القصه دي كلها هطلع الماس ب 1.7 كيلو جرام بير سكند الماس فلوريد. من اي معادله منهم هجيب اتش 2 تطلع بالمنظر ده، اعوض في معادله الكواليتي او الدراينس فراكشن، هلاقي ان الاكس بتطلع لي 0.886، رقم قريب من الواحد، وده كان متوقع بما ان الانثالبي هنا قريبه اكتر من الفيبر. وبرده كان متوقع من سياق المساله بما انه قال لي ان اللي خارج من التربين ده ستيم بس يعني غصب عني معاه شويه ليكويد، فبالتالي كان متوقع ان الاكس تطلع رقم عالي قريب من الواحد. المساله الاخيره في شيت 4 هي بتتكلم عن ايفابوريتور اللي هو قدامي في الصوره ده. ايفابوريتور ده نوع من انواع الهيت اكسشينجرز، بيستخدم ستيم بيمشي في كويل كده
علشان يسخن محلول عشان يبخر جزئيا منه جزء من السولفنت. فالمسألة اللي عندنا هو مدخل براين يعني مية مالحة تركيزها 1% ملح في مية داخلة عند 1 بار وعند 50 درجة، بتخرج من الناحية التانية تركيزها بقى 2% سولز وعند 1 بار وحالتها ساتوريتد ليكويد، ممكن تكون سخنت شوية فوصلت للساتوريشن، ابتدت بعد كده عند الساتوريشن المية لوحدها تتبخر وتسيب الملح، فبتخرج من فوق ساتوريتد ستيم عند 1 بار ويخرج بقى الليكويد من الناحية التانية، ليكويد ساتوريتد عند 1 بار لكن تركيز الملح فيه زاد من 1% ل 2%. قال لي ان انا بسخن بقى في الكويل هنا بساتوريتد ستيم ضغطه 2 بار وبيحصل له توتال كوندنسيشن عشان يطلع من الناحية التانية ساتوريتد ليكويد برضو عند 2 بار. احسب كيلو جرامز اوف 2 بار ستيم، كمية الستيم اللي بسخن دي بي هنا بير كيلو جرام اوف ايفابوريتد ووتر بروديوسد، لكل كيلو جرام من ايفابوريتد ووتر بروديوسد اللي هي الساتوريتد ستيم ده اللي طالع من فوق. وتقدر تفترض ان البراين ليه بروبرتيز اوف ليكويد ووتر، في الحقيقة هو ملوش نفس البروبرتيز بالظبط، هيبقى فيه اختلاف، لكن كنوع من التبسيط وبما ان الكونسنتريشن مش عالي قوي يعني 1 و2% دول مازال اقل من مية البحر، ف ممكن ده هيبقى فرض قريب. طيب اول حاجة هنا هنعمل ايه عشان بس المسألة زحمة وفيها حاجات كتير داخلة وخارجة وفوق وتحت، هنرقم الستريمز عشان ما نلخبطش ونبقى عارفين بنتكلم عن ايه. تاني حاجة بما ان كل الحاجات دي اقدر اعتبرها مية او ستيم، فاروح الستيم تيبلز واجيب المعلومات والانسلبيز بتاعة الخمس حاجات دول، فعملت جدول كده رصيت فيه الخمسة وابدأ واحدة واحدة. عندي اول حاجة 1 بار مع 50 من تيبل 3 جبت ال H. رقم 2 ساتوريتد ليكويد عند 1 بار فروحت لتيبل 2 جبت منه التمبتشر والانثالبي، وبعدين 3 ساتوريتد ستيم عند 1 بار فروحت برضو نفس النقطة في تيبل 2 بس هنا جبت H F وهنا جبت H G. 4 و5 ساتوريتد ستيم وساتوريتد ليكويد عند 2 بار من برضو تيبل 2 طلعت التمتشر 120 وبرضو جبت اتش اف و اتش جي، فبقى معايا كل المعلومات. فاضل ايه بعد كده؟ فهو ما ادانيش كميات بس هو طلب ريشيو ما بين حاجة وحاجة، فانا هفرض بيزس بس عشان اسهل الموضوع. هفرض 1 كيلو جرام للريفرنس اللي هو قالهولي اللي هو الايفابوريتد ووتر بروديوسد، وهعمل ماتيريال بالانس علشان اقدر اعرف كمية البراين اللي داخل واللي خارج. ماتيريال بالانس هيقول لي ان كمية الملح اللي داخله هي اللي خارجه، فبالتالي الماس في الكونسنتريشن في 1 هيساوي مجموع الماس في الكونسنتريشن في 2 و3، 3 ما فيهوش ملح اصلا فهيطير فيفضل عندي 1 و2، فهلاقي ان M1 C1 بتساوي M2 C2، C1 1% و C2 2%، بالتالي هلاقي ان M2 بتساوي نص M1 او M1 هي دبل M2. تاني معادلة ماتيريال بالانس ان M1 بتساوي 2 زائد 3، هيتقسم جزء يتبخر وجزء يرجع. اما تحل الماتيريال بالانس ده مع بعضه هيطلع لك ان ستريم 1 هو 1 كيلو جرام بيتبخر منهم 1 كيلو جرام اللي هو 3 ويفضل 1 كيلو جرام اللي هو البراين. وده كان ممكن يعني بالسنس كده بما ان التركيز قل للنص يبقى الكمية الاصلية كانت الضعف، بس بالمعادلات يعني لو اي نسب تانية المعادلات منظرها كده. اروح بقى احل الانرجي بالانس، الانرجي بالانس هيقول لي ان الهيت لوست باي ساتوريتد ستيم هي الهيت جيند باي البراين والستيم هنا، فهقول ان M2 بلس 3 ماينس 1 كل واحدة طبعا في الماس بتاعها، يعني 1 في H2 بلس 1 في H3 ماينس 2 في H1 هيساوي الهيت لوس باي ساتوريتد ستيم هنا يعني الماس في H4 ماينس H5، هتبقى معادلة فيها مجهول واحد اللي هو الماس اللي هو هيطلع 1.215. او كان ممكن حد يعملها بمنظر تاني يقول زي ما كنا بنعمل في الماتيريال بالانس كده اللي داخل بيساوي اللي خارج، فيقول M1 في H1 زائد M4 في H4 هتساوي مجموع اللي خارج M في H2 بلس M في H3 بلس M في H5، هيفضل برضه مجهول واحد اللي هو M4 اللي بتساوي M5. احل المعادلة واطلع 1.215. لحد النقطة دي احنا كده شفنا الانرجي بالانس
مقدمة عامة عنه، ايه الحاجات الجديدة اللي قابلتني، بعض المصطلحات، بعض النوتس اللي كانت يعني مهمة بالنسبة لنا عشان نبقى فاهمين الدنيا، زي extensive و intensive properties، زي ال state functions وال path functions. شفنا كمان ال steam table بيستخدم ازاي، وعملنا شيت كامل كله بيتحل باستخدام ال steam tables، بحيث نبقى عارفين كل الأفكار أو كل الفوائد اللي أقدر أستخدم ال steam tables فيها. وطبعا لو في أي حاجة مش واضحة مرحب جدا بأي سؤال أو استفسار، وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم.